مع تواصل الاضطرابات السياسية التي تعصف بأوكرانيا، أعلنت الخارجية الأمريكية عن مشاورات تجريها إدارة الرئيس أوباما مع الكونغرس من أجل فرض عقوبات سياسية واقتصادية على كييف، خطوة سبقها رفض واشنطن منح تأشيرات للعديد من المسؤولين الأوكرانيين الضالعين في أعمال عنف بحق متظاهرين سلميين. نحن على استعداد للنظر في فرض عقوبات، لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. طبعا أبدى العديد من أعضاء الكونغرس مخاوفهم مما يجري في أوكرانيا وما تقوم به الحكومة فيما يخص ذلك. حديث واشنطن عن العقوبات تزامن مع اتصالات هاتفية أجرها وزير الخارجية الأمريكي مع شخصيات سياسية معارضة، خطوة ترمي إلى زيادة الضغوط على الحكومة الأوكرانية. هذا الصباح تحدث الوزير كيري هاتفياً مع قادة المجتمع السياسي والمدني في المعارضة الأوكرانية الذين نشطوا في الحركة السلمية، وأشدد كيري على دعم الولايات المتحدة لدعم التطلعات الأوروبية الديمقراطية للشعب الأوكراني. وفي كييف وافق البرلمان على العفو عن المئات من المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات، عفو لم يقنع المعارضة التي أعلنت استمرار احتجاجاتها لحين إصدار عفو غير مشروط. وفي تطور مفاجئ آخر بعد استقالة رئيس الوزراء، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في عطلة مرضية لإصابته بمرض تنفسي حاد، تطور قد يزيد من تعقيد الوضع الذي أخذ بعدا دوليا خاصة بين البيت الأبيض والكريملين اللذين دخل على خط الأزمة منذ أيامها الأولى.